يلعب الكرة إلى طارق التايب، وصلت إلى متعة كرة القدم مع نقلة كرة القدم إلى الشمراني، يبحث عن التسديدة. يا سلام يا شمراني، هداف زلزال فوق العادة، هداف. إنها الطريقة التي نشاهدها على هذا الملعب، إنها افتتاحية رائعة لهذا الملعب، صورة كربونية بالأمس شاهدناها وكأننا نشاهدها بالحركة البطيء من اللاعب المميز، من الهداف التي قدمه تعرف الشباك. طارق التايب برر واعطاه اللاعب اللي قدمه حساسة يا الله، وفي نفس الزاوية في الزاوية 90 راحت. إنها نظرة الهداف، إنها عشق الهداف، ومرت على يد السلمان. هدف أول مع الدقيقة 36، 36 إذن الهدف الأول يسجل بطريقة رائعة، بطريقة سينمائية رائعة، عنده 4 أهداف وسجل الخامس، ومع نظرة رئيس النادي جول ناصر الشمراني إلى القائمة الدولية، يدخل فيها ناصر الشمراني. خالد المعجل مدير الكرة يستبشر بهذا الهدف، الجماهير الشبابية هنا تحتفل بالهدف الثاني وحوارات اتفاقية. هذه الإعادة ناصر الشمراني لعبها على يمين حارس المرمى السلمان اللي راح على اتجاه اليسار. ناصر الشمراني يسجل هدفه الشخصي السادس له في المسابقة.